فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا تحذير، إياك هذا تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. كل محدثة فهي بدعة، محدثة يعني في الدين، أما المحدثات في أمور العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس هذه بدع لغوية ليست شرعية، لكن المحدثات في الدين هي البدع المحرمة. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة وبدع مباحة، ويقول تعتريها الأحكام الخمسة، تعتريها الأحكام الخمسة. هذا غلط، ما في تقسيم في البدع، البدع كلها ضلالة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لكن أظنهم أدخلوا البدع اللغوية وسموها بدعا حسنة، البدع اللغوية اللي ما لها علاقة بالدين سموها، قالوا مثل بناء المدارس ومثل بناء الأربطة لطلبة العلم ومثل نقط المصاحف ومثل هذه بدع، ما هذه ما هي بدع، هذه تابعة للسنن، إحياء للسنن، إنشاء المدارس وبناء المدارس والأربطة لطلبة العلم وطبع المصاحف ونقطها هذه كلها من الإعانة على العلم، فهي حسنة بدع، فهي سنن ما هي بدع، سنن حسنة ما هي بدع. فهم إما أنهم أخذوا السنن الحسنة وسموها بدعا، وإما أنهم سموا الأمور العادية سموها بدعا، وهي لا تدخل في الدين، أمور الدنيا ما تدخل في الدين. فبناء المدارس وتدوين السنة وكتابة السنة وجمع المصحف وتوحيده على مصحف عثمان، هذه وسائل، وسائل لحفظ الدين، وسائل للعلم، ما هي بدع، داخلة في الدين هذه، لأنها وسائل للدين، حفظ الدين، ما هي بدع سيئة أو بدع دينية، بل أقرب ما تسمى بدعا حسنة، مع أنها ليست بدعا، وإنما هي وسائل لإحياء السنة والاحتفاظ بالدين. نعم، كما في الحديث وكل ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكما في الحديث الفرق، قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا دليل على أن أهل البدع يكونون في النار ويتفاوتون، منهم من يكون في النار لكفره، ومنهم من يكون في النار لمعصيته، منهم من يخلد في النار، ومنهم من لا يخلد، حكمه حكم أصحاب الكبائر.